مساء الخير. قوات النظام السوري تدخل عفرين في شمال غرب البلاد خلال ساعات، وذلك بعد الاتفاق المبرم مع وحدات حماية الشعب الكردية يوم أمس. المستشار العسكري للمرشد الإيراني لواء يحيى رحيم صفوي يطالب النظام السوري بتسديد فاتورة بقاء رئيسه بشار الأسد في السلطة، الأمر الذي كلف إيران أموالاً، مضيفاً أن بلاده وسعت نفوذها في العراق. المحكمة الجنائية المركزية العراقية تحكم على متطرفة فرنسية بالسجن لسبعة أشهر بعد إدانتها بدخول العراق بطريقة غير شرعية. حذرت شركة طيران نيوزيلندا يوم الاثنين من أن الرحلات الجوية من نيوزيلندا وإليها ستشهد ارتباكاً كبيراً هذا الأسبوع بسبب الإعصار جيتا الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد يوم الثلاثاء.